في جو هادئ في البيت، أبا كان أم طفلا أم شابا مراهقا، جميعهم لا يستغنون عن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل أو التسلية أو مشاهدة محتوى ثقافي. الأمر في مجمله إلى الآن طبيعي وبه نوع من الإيجابية، ولكن المفاجأة هي اختراق الإعلانات الترويجية أو بث محتوى مناف للقيم الاجتماعية أو خادش للحياة. الأمر الذي بات كابوساً يقلق جميع أفراد المجتمع بشكل عام والعائلة بشكل خاص، حتى بات يسبب الضيق لعدم استطاعتهم إكمال ما بدأوه من هدوء ويسر وطمأنينية. هالمناظر اللي تطلع حق الياهل عمره 7 سنين أو 5 سنين ولا السناب نفس الشيء، كلهم والله نفس الشيء، ما في شيء أحسن من شيء. في وايد العاب انا العبها يعني، بعدين يعطوني اعلانات يعني اشياء حق الكبار وايد، فانا احاول ما اشوف واسوي سكيب على طول، بس مرات يطلع لي حق اشياء كبار. بخصوص اليوتيوب الاهل ما تقدر، يعني كم بنقعد نحن نراقب الياهل مثلا، يعني بنات ال 14 وال 13 وال 12 ما كثر ما تقدرين ما بتوصلين إذا الشيء يمن من الرقابة نفسها، أنها هي منعت الموضوع نفسها وخلاص ما بيوصلهم. يعني مثلا البرامج نقدر نحن نمنع عنهم، التيك توك نقدر، السناب نقدر نمنع عنهم، بس اليوتيوب حتى يعني شغلات في المدرسة يقعدون يبحثون عنها، بحوثاتهم أشياءهم. نجحوا بعضهم بتفعيل التقنيات التي تقيد ظهور تلك الإعلانات المنافية للقيم المجتمعية والدينية، والتي يرونها ناجعة بعض الشيء في التحكم بالمحتوى وإخفاء عدم المرغوب فيها. قبل ما أنزل أي شيء ولا استخدم أي برنامج لازم أسأل أمي وأبوي عشان يشوفون ليش شو هالبرنامج، وإذا في أشياء خطيرة وممنوعة للصغار. لازم تغيير المحتوى ومراقبة المحتوى ومراقبة أولياء الأمور، وأن يتابعون هم الأطفال، سواء أطفال يتابعون يوتيوب يتابعون أول بأول حسب يتجنبون هالأشياء. إن الجهات الرقابية تكثف الرقابة. الرقابة الآن غير كافية حقيقة لما نشاهده من الإعلانات الفجائية التي تطلع في سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على الأبليكيشن أو التطبيقات المختلفة للتواصل. التقييد يكون على مستوى داخلي وخارجي، من داخل البيت وخارج البيت. كنت أتمنى أتكلم في هذا، أقول ما أدري وين بلقى اللي نقدر نقول له اللي يطلع حق اليهال. آراء أخرى توضح أن الأمر يستلزم تكاتف الجهود، بداية من البيت كأولياء الأمور ونهاية بالجهات الرقابية ذات الاختصاص للقيام بما في مصلحة جميع أفراد المجتمع ونسيجه المجتمعي الذي يتوافق مع قيمه وهويته. التصفح والتجول بين مواقع التواصل الاجتماعي أمر لا بد التعايش معه، ولكن الحذر واجب بالرغم من وجود الأطر التنظيمية التي وضعتها الدولة لحماية المجتمع وأفراده. أبو صقري لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أبوظبي.